ببوزيتيف بحلقة اليوم عن الموسيقى وتحديدا تأثير الموسيقى على الحالة النفسية للأشخاص مع تاتيانا فاضل كنت مدربة على تطوير الذات والتغيير. أهلا وسهلا فيك تاتيانا. دايما بسمتك بتعطينا إيجابية قبل ما نبلش بالموضوع. تاتيانا بنحكي دايما عن الموسيقى ونحن وغسان يمين كنا عم نحكي عنه من شوي. أحلى صبحيات يوم الأحد من أحلى صبحيات على الام تي في. قديه عن جد بتأثر فينا اليوم رح نحكي ليه بتأثر فينا وعلميا شو بيقولوا عن الموسيقى يعني قد ايه بتدقر الروح حتى مش صحيح. مش بس خصوصا انا وياك من اللي بيتاثروا جدا انا كثير جدا جدا جدا. اليوم بدي احكي عن تاثير الموسيقى على النفوس كنت حاطه العنوان اللي هو تاثيرها على جهاز العصبي المركزي بالحقيقه. اليوم هي اله تعبيريه الموسيقى اداه اذا بدك تعبيريه كثير مهمه بالحياه ما بعرف قديش البعض عاطيها اهميه وفي البعض يمكن ما بينتبه لها ولكن كتير مهمة للمؤلف للملحن للبغني وللمتلقي وبتحسي في ناس بتجذبك أكتر من ناس ورح نحكي كيف هالناس اللي بتجذب أوقات بكلمات بأغاني بوقفتها على المسرح في الأغاني والموسيقى. بيقول عنا فريدريك نيتشه اللي هو انعرف بالقوة وبيحكي عن الموسيقى أنه لولا الموسيقى ما كانت بالحياة كانت الحياة مجرد غلطة لهالدرجة قلت أنا شو رومانتك هيدي مثل لو حبنا غلطة عن جد حبيتها كتير. بعدين بيقول هي أداة بتعلمنا عن العالم وبتعرفنا على ذواتنا كيف قديه بتشوف في شخصيات ما بتسمع غير ذات الأغاني بتقولي هيدي شخصية رومانسية ما فيك تسمعيه غير رومانس. إذا شخصيات تانية الثورجيين والناس هيك الكليفر وسمارت بيسمعوا مثلا تكنو بيسمعوا هيفي ميتال بيسمعوا روك عرفتي الانتلكتشوالز الكلاسيكال الجاز. بس في معلومة عن الباك جراوند ميوزك قديه مهمة لحتى للأوتستيك بيبل قديه بتخليهم يركزوا وبتزيد من قدرتنا على التركيز والاتنشن الانتباه والفوكس وبتقلل من التشتت اللي هو الديستراكشنز وهول كتير مهمين لأن بهالوقت بتكون عم تعطي هالدوبامين عم بتعلي ليفلز الدوبامين يلي بيعطينا كتير من الريورد والبلاجر هو مسؤول عن هالتنين يعني بيعطينا هاللذة نحن وعم نسمعه والبلاجر انه والريورد انه شو رح يجيني بعدها بصير متحمسه كادو يعني مش كانه بيعطينا هديه سو بتصيري محمسه تعملي ذا ديفيكلت تاسكس حلو سو بيومياتنا لازم نسمع هيدي الموسيقى. على كل حال تاتيانا ما فينا ما نذكر الصلاه والتامل والتصوف يعني اليوم ما في اي دين طبعاً. من الأديان طبعاً. إلا ما بيستخدم الموسيقى لحتى يمكن يكون في ترفع بعد أكثر طبعاً. بالروح يعني. بين التراتيل بين التراويح عند المسلمين بين الكل بيستعمل الموسيقى لتصل إلى القلوب في من الأغاني الجديدة اللي جمعت الإيمان بالجيل الجديد If you believe you can move the highest mountains يعني هيدي فيها prayer بطريقة بموتيفيشن سو الموسيقى كمان بتوطي ليفلز الكورتيزولز وبتأثر على الارتخاء للجسم بتحسوا على الارتخاء يعني بتشتغل كأنتي ديبريسنت كأنتي انكسيوتيك لهالدرجة. بعدين بتحسن مزاجنا نحن بنعرف انه عندنا تقلبات مزاج عدا اللي ناس الباي بولر كلنا عندنا تريتس من اشياء منعلى ومنوطى في عنا أيام نكون عاليين من أيام نكون نفسيتنا وطيانة كتير بتعدل بالمزاج وبتعدل من العواطف لأنها بتشتغل على الضغوطات اليومية وبتخلي هالنسب الكورتيزول توطى وتعلى النسب الثانية من الهرمونات الثانية المحفزة. بذكرتي أصناف الموسيقى أو ألوان الموسيقى مثل ما منقول قديه كمان بتشبه كل شخص وقديه كمان بتشبه الحالة يلي نحن عم نمرق فيها يعني كتير من الأوقات تاتيانا عفوا وأنا من الناس يلي عن جد كتير مزاجهم بيتأثر وبيلحق أو بحب أنه الموسيقى تلحق المزاج يعني قديه أوقات بنكون فرحين بدنا نرقص بدنا نروح بدنا ننبسط بنسمع هيدي الموسيقى الفرحة بس قديه كمان أوقات بنكون حاسين بزعل بحزن بهيك نوع من احباط معين منحب انه الموسيقى تزيد هالحاله طبعا
هون رانيا اللي عم بتقوليه كانت هي النقطة الرابعة اللي بدي أحكي فيها. الموسيقى بترافقنا بهيك وقت تكون المتنفس اللي بيخلينا إذا بدك نطلع نفرغ حلو. عواطفنا بالبكاء كأنه ثيرابي يعني. بتلاقينا حاملين أور التليفون أو أور آيباد أو الأغاني عاملين بلاي ليست هي بسميها للندب أنا عرفتي منفوت إنه هلأ خلص أنا مسكرة معي وبلشي وزرف الدموع هاي آلة تفريغية عم نفرغ أداة تفريغية لهالعواطف السيئة أو السلبية بس الحلو إنه بعدها بتقومي مغسلة هالروح كأن الصابون الغسل هالروح ورجعنا جددنا بس في نقطة كتير مهمة عن الموسيقى قبل ما نبلش باللي سألتي كتير مهم عن الحالة هي الموسيقى كمان تشتغل على شيء بالدماغ اسمه البرين ستم ريفلكس اللي هو بيأثر على النيرفس سيستم المركزي الجهاز العصبي المركزي يعني كله فشو بتعمل؟ بتأثر على محل يستدعي استجابة مش بس الخبرات الكينة عنا لا استجابة التوقعات رح يصير فأنت تحلمي أنت وعم تسمعي مش لأنه خبرتي كانت حلوة مع هالشخص وعم بسمع هالغنية اللي بتذكرني فيه لا لأنه رح فيني أعمل هيك رح أعمل هيك رح أعمل هيك سو بدلش تخططي أنت عم تسمعي موسيقى وهيدا الأهمية فيها كتير مهمة كأنه بتتفتح الخلايا بدماغ بتحسي على الموسيقى تاتيانا يعني مش معقول بنيورو لينغوستيك بروغرامينج نحن بنحكي قدي الريحة بتأثر كل شيء سنسري وإشياء بنسمعها هيدا لأنه ريحة الطبخ تبع شيف شربت كتير بتأثر أيام بتشم يعني بتشمي برفان بتقولي هذا الشخص مرق أيام أصلاً في ريحة بتخليك تحب شخص طبعاً. في ريحة بتخليك تنفر من طبعاً طبعاً شخص وهيدي الموسيقى بتذكرك بأشخاص معينين مرقتي معهم بهالحياة وبتصير تعيديها تتشوفيهم تتحسي فيهم بس كوني أكيد مثل مقطوعات فيفالدي واحدة منهم الفور سيزنز ما فيها صور ما فيها شيء بس بتكوني عم بتلاح الفور سيزنز بالأغاني عم تتوقع الألوان والأصوات والعصافير الخيال الخيال بيشتغل كتير منيح وبيتوقع وبيصير عنده توقعات حلوة وهيدي أهمية الموسيقى هون يعني معناتها الموسيقى مش لهلا الموسيقى مش بس here and now الموسيقى طبعاً. بتنقلنا بالزمان وبالمكان طبعاً. بتنقلنا كمان بالأفكار وبتخلي الابتكار والإبداع والأفكار الجديدة تكون عم تتحرك يعني طبعاً. هالقد هي شغلة مهمة بتعرفي وموثوق الموتيفيشن بالبرودكتيفيتي بإنتاجيتنا قدي مهمة سوري تفضلي بتعرفي في مدارس كتير اليوم تاتيانا صارت الصبح بتبلش بموسيقى يعني ببلشوا نهارهم بموسيقى معينة بأوقات فيروزيات يعني كمان صحيح وقدي اختيار الموسيقى كمان بيخلي هالنيورونز يشتغلوا لأنه كمان في أحيان موسيقى مزعجة يعني بتكون أكيد. أو مش بوقتها أكيد. أو مش بمحلها ممكن تعمل ردات فعل تانية ذكري في فترات كانوا يقولوا عن الهارد روك أو الهافي أو الدارك ميوزك yes. ممكن يكون فيها هيدول الفايبريشنز فيها هالفايبس اللي يتأكد علميا إنها فيها فايبس تبعت لها المراهقين وتغير من أفكارهم وتحبطهم طبعا فهيدي نبتعد عنها بعدين في الناس اللي من أعمارنا منهم هالقد مراهقين ولا حدا بيبقوا مرئين أو كل ما طلعتي معهم السيارة بيحطوا لك آخر أغاني دارجة أو whatever على العالي هيدا بطل موسيقى عرفتي هيدا بطل موسيقى نعم. بس إذا بدنا نحكي مثلا تب كتير مهمة إذا قبل ما نفوت بموضوع الحالة والسياسة وكذا خلينا نعمل تب إنه نعمل بلاي ليست للموتيفيشن خليها عنا بلاي ليست أغاني هيدي وقت بدي أقعد وما الجليد كتير أشتغل على هالبروجي بحطها وبقعد ما بتقدري شو بتحفزك نعم وقت بدي أعمل مديتيشن بدي أحط هالرايقين يعني نجرب نصنفهم شوي نصنفهم حسب المود تبعنا بدنا نعلي منعلي بدنا نوطي المود حبيت كتير أنا بلاي ليست الندب اللي إيه هيدي عندي إياها وقت بتعوزيها بمرق لك إياها يعني ما هيدي خصوصي تاتيانا في شعوب عايشة على الموسيقى الشعب الأرمني مثلا طبعاً. معروف إنه الشعب الأرمني إيكل موسيقى الشعب الروسي نوع الموسيقى يلي بيكون عم بيشتغل عليه الكلاسيكي وغيره في شعوب عن جد معروفة بأنه هيدا شعب الموسيقى اللاتينية بأمريكا اللاتينية يعني تصنف قدي هالموضوع أو قدي الموسيقى ممكن تعمل هوية شعب بكامله
كثير منيح، ونحن كمان ما حكيتي عنا، رح نحكي عنا. نحن رقص وفقش كل النهار. نحن ما بس هيك، نحن كثير نعمل اغاني وطنيه وثوريه تحس العالم وتحشدهم لراجع راجع تعمر راجع لبنان. كل ما بسافر على بلد انا ما في مقترب منه حطتها ببيته، ولبنان رح يرجع ولبنان رح يرجع. كل ما جيت كمان على حفله هون لبنان رح يرجع. هيدي شو بتبس؟ وغابت شمس الحق، غابت شمس الحق، هدول ثلاثه طبعا نشيد صار وطني. وبيكفي انك لبناني هولي تيرسخوا الناس بالارض. اغاني مثلا زكي نصيف، اغاني ما معقول ما تفكرك بلبنان اليوم على الحاله الاجتماعيه الاقتصاديه. مثلا الحاله تعبانه يا ليلى خطبه ما فيش. شو بتقلك هاي؟ انه انا بحبك ما المشكله بالحب، بس مشكله ما فيش. انت غنيه ليلى ونحن درويش الطبقيه. اليوم اشتغلوا كل الثوار على الاغاني، الحكومات ضخت الشعوب ثرو الاغاني مشان تعمل مرسياز، مشان يعملوا هالحشد للعالم تتثور او تتمشي مع هالزعيم او تترك هالزعيم او تتكون. فهي اداه كثير مهمه ومنعبر عنا عن وضع اقتصادي ما منيح، عن وضع اجتماعي ما منيح، عن وضع ايماني او تنموي. كله بنحكي عنه من خلال كلمات الموسيقى، من الموسيقى، من الكلمات اللي كتير يمكن انا بتاثر فيه. غنيه ازنافور اما في يوم اللي بدها تجوز وتتركه، يمكن ما في عرس بي رح يسمعها اذا ما يبكي، لانه عن جد اذا بنحكي والبنت عن... كمان بتبكي. طبعا عن ازنافور قديش حكى على مواضيع ما كانت بتنحكى، ما كانت فيها الجرأة نحكي عنها. طبعا عن الاوموسيكسواليتي، الاوموسيكسواليتي حكيها بيعشق بتسمعيها. سو في ناس عملت الموسيقى شغله مهمه اثرت فينا كلنا واثرت على تطورنا وبتضل تاثر كل على يوم. كل حال تاتيانا، هو الفن هو مرايه المجتمع، والموسيقى بتمشي مع باقي الفنون. يعني دائما بنشوف انه الرسومات مع كلمات والحان الموسيقى طبعاً. مع الفنون الباقيه كلها، يعني حتى الاركيتكتشر وغيرها طبعاً. بتشبه بعضها وهي مرايه المجتمع. بس هيدا الشيء ببين قد ايه شعب بيكون او فرح او حزين او تعيس او غيره او راقي. يعني وهون بدي ارجع للبنان، يعني ذكرت الاغاني الثوريه، بس لبنان قد ما فيه تنوع ما في نوع موسيقى مش موجود. كله موجود. ذكرت زياد الرحباني، بنحكي عن الاورينتال جاز طبعا، بنحكي عن الطرب، بنحكي عن الفن البوب، بنحكي طبعا. عن يعني كله موجود بلبنان. قد ايه عن جد هالبلد هو فيه تنوع، وقد ايه الموسيقى بتقدر توصف 100% 100%. من يومين كان في باند عم تعمل يوم الاربعاء يوم الاثنين، كانت عم تحكي عن اسمه يمكن لايت ساوند او ما بدي اقول الاسم غلط. كانوا أربعة مجموعة من الناس اللي رحلهم شهداء، اخ ب اربعة اب وحدا زميل راح له وحدا تزع صوته وهي بتغني حدا، وطلعوا عملوا دوكيومنتري وحكوا كيف الموسيقى شفيته بعد أربعة اب. هيدول ما فينا ما نسمع انها كيف كانت هي هالهيلر لقلهم، رجعوا يدقوا موسيقى هلا، ورجعت هي تغني، ورجعوا تقاموا من الحاله اللي هن فيها، اشتغلت شغل الدواء اللي عم بيعطوه اليوم كادويه، كانت الدواء الشافي. طبعا بركي بنتابع الحلقه بميوزك ثيرابي مع اشخاص مختصين طبعا، بس اليوم نحن عم نحفز هالموضوع لنقول انه هو منه بس هيك انه اختيار، هو نوع من اداه ممكن تحسننا نحن وتشتغل على دماغنا وروحنا. آلية كمان توطي هالضغوطات اللي علينا اليوم كلبنانيين. خلينا نحكي اليوم وين ما كان في ضغوطات بالعالم، بس كلبنانيين اليوم هي أداة كتير فعالة ومهمة، ولكن نحسن الاختيار فنعمل بلاي ليست بالفعل نستعملها بكل ظرف. ما توصي حريص تتيانا انت اللب... لا ما عم توجه لك. اللبناني بشكل عام بلا دف بيرقص على الأرض دغري. يعني هالبطل اللي معه وبيحفظ الأغاني كلها بدنا نحكي كمان عن لغة الجسد بعدين، يعني بركي منتابع بقصة مثلا إذا بتتذكري كمان بتوصف لك الوقت الاجتماعي والضيقة المادية. أم كلثوم أغانيها كانوا ساعات أوكي، كان العالم مرتاحة على وضعها فيها تقعد وتسمع. اليوم الأغاني سريعة حلوة كتير نعم. ولكن سريعة لأنه ما في وقت، العالم عم تشتغل وأتسترع. تاتيانا فاضل كنت مدربة على تطوير ذات والتغيير، شكرا لك. أكيد منتابع بمواضيع تالية معك بحلقة لحقة. بريك ومنرجع.